مع حلول شهر رمضان المبارك يتغير الجو العام في كل مناطق المملكة لتزدان بمظاهر وأجواء رمضان المفرحة، وفي جدة على وجه الخصوص تنتشر العديد من البسطات وعربات الطعام التي تحتوي تنوعاً كبيراً بين الفول بعدة طرق إلى الأكلات الجنوبية والشمالية والغربية والمغربية والغريبة، والتي يقوم عليها في بعض الأحيان أطفال صغار في مقتبل العمر يساعدون أهاليهم في فترة رمضان بحماس شديد وحب للعمل. الأجواء الرمضانية ما شاء الله مرة حلوة، والجو مرة حلو، عندنا السمبوسة وعندنا القطايف وعندنا البسبوسة، بس ما شاء الله كلها تباعت، هذه اللي موجودة عندنا. تميزنا النفس الطيب الحمد لله، والشغل النظيف. أنا لي تقريبا 32 سنة صلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله، الناس عارفيني من أنا 30 سنة صلاة على النبي، عارفين شغلي، فعشان كده الناس بتجي. الفول هذا تحفة. بدأنا بالكبدة والمقلقل قبل رمضان، وبعدين جاتنا فكرة الأسر المنتجة ليش ما نسويها في العصر، والحمد لله منتجاتنا كلها طازة، كلها كواليتي عالي. هذا الفرق بين الأسر المنتجة وغيرها. جاتنا فكرة رمضان فصرنا نجيب كلنا طبخ البيت ونفطر هنا أحيانا، فول شربة كل شيء، يعني خلاص فطور متكامل، مكرونة بيتزا المعجنات، ننتهي بالحلى والعصير. إيش اسمك؟ ويز. تبيع سمبوسة؟ إيوة. كم عمرك؟ سبعة. ما شاء الله، وتبيع، تعرف تبيع؟ إيوة. وتشهد هذه البسطات إقبالا كبيرا من الزائرين، خصوصا قبل أذان المغرب، لشراء فطورهم والمشروبات التي لا تجد أي سفرة في رمضان إلا وتحتوي العديد من هذه المشروبات. وربما يأتي متسوق لا لغرض الشراء، ولكن للاستمتاع بهذه الأجواء ومشاهدة العديد من الأصناف. والله أنا جيت أخذ فول، تعرف الأشياء هذه ما تسوونها أكثر شيء في البيت، لكن يعني أكثر شيء نأخذها من المحلات، وحنا نأخذها من عند الأخوان لأنهم يعني يضبطونها زيادة، يعني أكثر من أفضل من المحلات. قبل الفطور طبعا نتسوق، وكل الأرصفة زي كذا، اللي يبيع السوبيا، اللي يبيع السمبوسة، اللي يبيع اللحم، اللي يبيع ما شاء الله الفول، كل شيء موجود، خاصة على الأرصفة دائما في مكة وفي جدة زي كذا. حرمنا من عاداتنا وتقاليدنا وأسواقنا القديمة، حرمنا منها، هذا شيء بسيط يذكرنا بماضينا. أجواء رمضانية ممتعة وأكلات متنوعة لأناس يقدمونها بكل حب وكرم. لجريدة المدينة، أيمن خضر، جدة.